أدى انهيار المظلة في عام 2003 إلى ولادة العصر العالمي للإرهاب البيولوجي، وبدأت صواريخ أرك والفيروسات في الظهور في السوق السوداء. سقطت هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين ومقاتلي حرب العصابات وحكومات الولايات الغير المستقرة، وسرعان ما بدأ الشعور بتهديد الأسلحة البيولوجية العضوية غير القانونية في جميع أنحاء العالم. كان الاتحاد الصيدلاني العالمي يخشى أن يكون مسؤولاً عن هذه القضية، لذلك قام بتحويل الموارد لتشكيل وحدة مخصصة لمكافحة الإرهاب البيولوجي والمعروفة باسم تحالف تقييم الشر المقيم. في البداية كانت الوحدة تتألف من 11 موظفاً محترفاً فقط، وجميعهم لديهم معرفة وخبرة واسعة في مكافحة الأسلحة البيولوجية، وأصبحوا يعرفون باسم الأصل 11 الذي سمي على اسم السبعة الأصلية لمشروع ميركوري. كان اثنان من هؤلاء الأعضاء كريس ريدفيلد وجيل فالنتين قدام المحاربين ذوي الخبرة الواسعة في محاربة الوحوش التي أنشأتها المظلة، ومن بين الآخرين كلايف راب أوبراي. تم تعيين خبير إرهابي بيولوجي بارز كأول مدير تنفيذي في وكالة الأمن القومي الأمريكية، وكان العضو الرابع عميلاً للحكومة الأمريكية لم يذكر اسمه ساعد في التخطيط لعملية ستين لاعتقال مسؤول كبير في عام 2001. كما أعادت شيف العمر من إفريقيا وشجعتها في النهاية على الانضمام إلى المنظمة. لم يتم تحديد أعضاء سبع الآخرين، وكانت المنظمة السابقة لبسن هي وحدة احتواء الشر المقيم التي تم تنظيمها في الأصل في وحدات إقليمية في بلدان مختلفة. مثل بسن كانت منظمة خاصة وليس منظمة حكومية. كان ناشطوها من المهنيين ذوي الخبرة في إنفاذ القانون أو العسكرية. تم تمويل وحدة جامعة البحرين من القطاع الخاص من قبل العديد من شركات الأدوية المتنافسة على المظلة، واستخدمت بعض هذه المجموعات وحدة جامعة البحرين للحصول سرراً على نتائج الأبحاث الخاصة بالمظلة، والتي تم استيعابها من قبل الهيئة بعد حل المظلة، وتم إنشاء الهيئة نفسها رسمياً في عام 2004. كان شعار المنظمة إنقاذ العالم، قوس واحد في كل مرة. في البداية اقتصرت ولاية تحالف تقييم أمن الإرهاب البيولوجي على مراقبة الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة في جميع أنحاء العالم التي نفذت عمليات مكافحة الإرهاب البيولوجي. ومما يؤسف له أن مشكلة الإرهاب البيولوجي في العالم أكبر بكثير مما كان يتوقعه الجميع، ولذلك يلزم اتباع مسار عمل جديد لمعالجة المشكلة. للقيام بذلك كانت الفكرة هي إنشاء فريق يمكنه الاستجابة بسرعة للتهديدات، لكن بسن كانت لا تزال مجرد منظمة يقودها. القطاع الخاص لم يتمكنوا من العمل بحرية في دول ذات سيادة، لذلك لم يتمكنوا من إجراء التحقيقات أو إجراء الاعتقالات ذات الصلة أو حتى استخدام القوة عندما تملي الظروف. مع استمرار تزايد خطر الإرهاب البيولوجي أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة للعمل بفعالية. كما اشتبكت المنظمة بشكل متكرر مع FBC أكبر وكالة محلية لمكافحة الإرهاب في أمريكا، على الرغم من أن كلايف أوبراين طور تحالفا غير مستقر مع المفوض مورغان لانسديل بمرور الوقت. واحد من أولى عملياتهم جاءت عندما حث الاتحاد الأوروبي لانسديل وفبك على قبول الدعم من بسن خلال الذعر تيراجليسيا، لكن لانسديل قاوم الأمر، وفي النهاية سمح فقط لأوبراين ومجموعة صغيرة من موظفي الدعم بالتواجد في مكان الحادث، وكان تأثيرهم محدودا للغاية. عارض أوبراين بشدة استخدام FBC لمجموعة الأقمار الصناعية ريجيا سوليس لحرق المدينة والقضاء على مخاطر السكان، قائلا إن الأدلة المهمة حول المسؤول عن الكارثة ولماذا ستضيع، لكن ليس لديه سلطة لمنع لانسديل من القيام بذلك، وهذا يدل على افتقار الجهاز إلى القوة والنفوذ في ذلك الوقت. ومع ذلك كانت العلاقات مع حكومة الولايات المتحدة في ذلك الوقت جيدة، وتمكنت الوكالة العسكرية السرية لآدم بن فورد أو بيت من مشاركة نسخة سرية من
تقرير كينيدي مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، وهي وثيقة سرية توضح بالتفصيل لقاء ريون مع طفيليات لاسبراجس في جنوب أوروبا. في عام 2005 عمل أوبراين مع عملاء FBC وجاسوس تاريسيل السري ريموند فيستر لتنظيم إحياء مزيف للجماعة الإرهابية في الترو، السر الكامن وراء السبب الحقيقي لذعر تيراجريجيا، مما أدى إلى كشف لانستيل واعتقاله في للنهاية كمتعاون إرهابي. بعد ذلك بوقت قصير تم حل لجنة بناء السلام بالكامل، وتم دمج أفرادها ومواردها في نظام إدارة الشؤون المالية، مما أدى إلى إصلاح كامل للمنظمة والذي كان محدوداً وتم إصلاحه تحت ولاية الأمم المتحدة. لكن كشف وكالة الفضاء الأمريكية عن لانستيل وضعف FBC جلب إحراجاً غير مرغوب فيه للحكومة الأمريكية التي كانت تحاول استعادة ثقة الجمهور بعد سنوات من الاتهامات حول التواطؤ المحتمل مع مدينة الراكون وشركة المظلة. أدى ذلك إلى علاقة فاترة بين الزوجين، لدرجة أن الحكومة رفضت عرض بس للمساعدة في أعقاب 2005 11 اندلاع مبنى هارفر. في وقت لاحق عقد اجتماع بين ليون كينيدي وكريس ريدفيلد للاحتفال بأول لقاء وجها لوجه بين الرجلين ومحتوياته سرية، ولكن كان من المأمول أن يكون الاجتماع بداية لحل المشكلة. العلاقة بين اثنين المنظمات المعنية، وباعتبارها مؤسسة عامة فإن هيئة الرقابة الداخلية لديها الآن سلطة دولة ذات سيادة لإجراء التحقيقات واستخدام القوة في إجراء الاعتقالات. كان لديهم السلطة الكاملة للعمل ضمن 70 علامة استفهام. من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صدقت على التشكيل ووافقت بقية الدول على وجودها بشكل مشروط أو على أساس الدعوات. وكان التحالف تحت السيطرة المباشرة للأمم المتحدة، ولكن الدول الأعضاء فيه لم تقدم كل التمويل اللازم لاستمرار عمله. وقد أصبحت الآن مؤسسة عامة مع الموظفين الدوليين، ونتيجة لذلك لا تزال جمعية بسن الحديثة تعتمد على التبرعات والرعاية الخارجية من الاتحاد الصيدلاني العالمي، وقد وجهت العديد من الانتقادات إلى بسن بسبب تضارب المصالح آل الناشئة عن هذا الوضع آل الراهن. تاريسيل هو أيضا مساهم رئيسي والتي يمكن أن تضع الكثير من الضغط على مقر بسن إذا فعلت المنظمة البحوث التي لن تستفيد تاريسيل. على الرغم من الانتقادات فإن الأموال من المؤتمر الشعبي العام أزالت العبء المالي من أكتاف الدول المشاركة، وبالتالي غيرت الوضع وأزالت أي دافع لتحمل تكاليف غير ضرورية. بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام كانت هذه الشراكة مفيدة لجميع الأطراف المعنية لأنها كانت بمثابة علاقات عامة نشطة. تم إنشاء نظام تقييم الإرهاب البيولوجي الذي تم إصلاحه من قبل المقر الأوروبي، وتديره لجنة تقييم الإرهاب البيولوجي ومقرها المملكة المتحدة، وهي هيئة صنع القرار في المنظمة. وغطت اللجنة جميع مناطق العالم تقريبا، وقدمت توجيهاتها إلى كل فرع من فروع الرابطة الثمانية في جميع أنحاء العالم، لكل فرع مقره الخاص بالقرب من المطار الرئيسي أو القاعدة الجوية العسكرية، مما يسمح بإرسال الوحدة إلى أي منطقة في حدود طاقتها في غضون 12 ساعة. اعتمادا على الموقف يمكن لفروع متعددة التعاون في المهام في نفس المنطقة. نفذ الجيش السوري الحر العديد من العمليات على مر السنين، وبحلول عام 2009 تم الإبلاغ عن أكثر من 3000 حادث إرهابي مرتبط بالحرب كل عام، ونفذ الجيش السوري الحر أكثر من 1000 عملية نشر لوقف الهجمات الإرهابية. لم يكن من غير المألوف أن تتعاون فصول مختلفة، حيث طلب من كريس وجيل من فرع أمريكا الشمالية مساعدة الفصل الأوروبي في القبض على أوزويل إي سيبنسر واعتقاله في عام 2006، دعم كريس فرع غرب إفريقيا في عام 2009. في وقت وقوع الحادث في جامعة الفلسفة في عام 2010 فرع كيجوجو وأوقيانوسيا. في عام 2012 ساعد قسم أمريكا الشمالية نظراء إيدونيا في أوروبا الشرقية، وبعد واحد عام
تم نشرهم في لانكاسيانف بعد أن رفضت حكومة الولايات المتحدة عرض الدعم أثناء اندلاع ثور أوكس. بفضل الجهود المشتركة لفروع BSA في أمريكا الشمالية والشرق الأقصى، تم إيقاف خطر فيروس سي القاتل الذي تم إطلاقه في جميع أنحاء العالم. في عام 2015، بعد الاحتفال بأحد عشر عاماً من العمل وعشر سنوات من الإصلاح في إطار الأمم المتحدة، قاموا بتغيير الشعار وتضمين اثنين سيوف في التصميم. في السنوات اللاحقة، شكلت بسم أيضاً شراكة مع مظلة بأموسي التي تم إحياؤها حديثاً. المظلة الزرقاء كان إحياءً مثيراً للجدل للغاية للشركة الأصلية التي شكلها موظفون سابقون كانت مهمتهم التكفير عن خطايا الشركة الأصلية. بعد وفاة البرت ويسكر، حصلت مظلة بك على أبحاث واسعة النطاق لمكافحة الفيروسات التي قام ويسكر بتحريرها ومقارنتها سرراً لمصلحته الشخصية. تم استخدام هذه المواد لاحقاً بواسطة المظلة الزرقاء لتطوير العديد من الأسلحة النارية ذات القوس والسهم عالية الفعالية. تم إرسال هذه الأسلحة إلى بسن لاختبارها قبل أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة، وثقة مظلة في بسن واستعدادهم لتنظيف الفوضى التي خلفتها المظلة الأصلية ظهرت إلى النور عندما لاحظ صحفي ياباني أن أعضاء بسن كانوا يستخدمون مظلة الأسلحة العسكرية الخاصة. أكدت مقابلة مع مكتب مراقبة وتطوير الأسلحة البيولوجية التابع لمظلة وضع ووجود سلسلة البرت دبليو للأسلحة النارية، وقد يطلب من الخبراء الاستشاريين في الوكالة المساعدة في البعثات الميدانية للمظلة الزرقاء، وقد أتيحت لهم إمكانية الوصول إلى نظام الترسانة الشامل الذي يحتوي على بيانات حساسة. في الآونة الأخيرة، ساعد كريس ريدفيلد نفسه المظلة الزرقاء في عام 2017 عندما اعتقلت شركة المظلة الزرقاء لوكاس بيكر وشاركت في عملية الخوف الكامنة للكشف عن علاقته بنقابة الجريمة في 6 مايو. كما انضم أعضاء آخرون من النخبة في الجمعية إلى فريق التعامل مع الحالات الخاصة بالمظلة الزرقاء. كان لكل فرع من فروع الجيش السوري الحر عدد كبير من الأشخاص في الفريق التكتيكي، معظمهم من الشرطة الخاصة والقوات العسكرية في جميع أنحاء العالم. وكان لدى الفريق أيضاً عدد كبير جداً من موظفي الدعم، ومعظمهم من الوكالات الحكومية من مختلف البلدان. كان لدى الفريق مجموعات عديدة من المهنيين ضمن الموظفين الذين قدموا الدعم الفني والطبي والبدني والعقلي. تم تقسيم الوكلاء الميدانيين بسًا بشكل عام إلى فئتين، وحدات العمليات الخاصة سو تعمل في تشكيل فرق، ووكلاء العمليات الخاصة الخدمية وعادة ما كانت كلتا المجموعتين في خليتين مدعومة بفصائل الدعم الجوي التي توفر على الدعم الناري على ارتفاعات عالية والإخلاء والاتصال المباشر من المقر. تتكون وحدات العمليات الخاصة عادة من متخصصين قتاليين ممنوعين من دخول المنطقة والمشاركة في القتال وإخضاع المجرمين. تأتي العديد من قوات العمليات الخاصة من قوات خاصة في وكالات إنفاذ القانون في بلادهم أو لديها خبرة عسكرية سابقة. تم تقسيمهم عادة إلى فرق من 12 شخصاً. كان تشكيل هذه الفرق مرناً. اعتماداً على المهمة، يمكنك تقسيمها إلى 4 فرق من 3 فرق أو مزجها مع فرق أخرى للحصول على قدرات أكثر تنوعاً. لمواكبة حجم العملية، تم إحضار خلايا من فرق أخرى بانتظام. في تعاون واحد معين، عمل 70 عضواً من النخبة معاً. الخدمية هو خبير المستخدمة في التحقيقات والتجسس، وغالباً ما يشار إليها ببساطة باسم وكيل. تم اختيار الوكلاء ليس فقط لمهاراتهم، ولكن أيضاً لتوافقهم النفسي وقدرتهم على التكيف في جميع المواقف. تم منح بعض الوكلاء مثل كريس ريدفيلد أذونات المستوى 10 التي أعطتهم الحق في المشاركة في المهام التي سيتم تنفيذها ضمن سلطة فرع بسن. وكانت عملية الخدمة بمثابة عيون وآذان من بسن. خلال بعض العمليات،
كان الأمر متروكاً للوكيل لأداء المهمة، لأنه في بعض الأحيان كان من الصعب على الفريق التكتيكي اختراق الجبهة. وخلال هذه الأنواع من البعثات، كانت الخلية المكونة من اثنين فرد هي وحدة النشر الأساسية اللازمة لأداء البعثة. كان الوكلاء الذين يعملون بمفردهم أكثر قدرة واحتلالاً مرتبة أعلى من أعضاء سو، ولكن تم اختيار الوكلاء بناء على قوتهم العقلية وقدرتهم على التعامل مع المواقف، وليس على قدراتهم أو براعاتهم التقنية. في المهارات والقدرات الحقيقية، وتصدرت بانتظام من قبل أعضاء سو. خنجر فضي، هذا هو خص مصمم للقيام بمهام طويلة الأجل مثل تطوير حزم الاستخبارات وجمع الأدلة والقبض النهائي على مهربي الأسلحة البيولوجية، وكانوا قادرين على العمل بحرية في أي من الولايات القضائية الإقليمية لبسا، وكان الوصول إلى أسلحة ممتازة ومعدات نمو ذجية. استخدموا بالبوين جافي 22 أسبري للنقي، وكانت الوحدة تدار من قبل عميل سابق في القوات الخاصة يدعى عميل سري في دي سي. في بعض الأحيان ترسل بي اس إيه عميلا واحدا فقط إلى الميدان للقيام بمهام استخباراتية سرية. ومن الأمثلة على ذلك ليونارد فيشر الذي كان يدير متجرا للجزار في كيجوج أثناء تسجيل حركات ريكاردو إيرفين في عام 2009، وكاثي ويت التي كانت متخفية في أنشطة غيلين آرياس في عام 2013. هؤلاء الأفراد مجهزون للتغطية العميقة، ويمكنهم قضاء أسابيع إن لم يكن شهورا في كل مرة في الميدان. المستشارون يتم دعوة الأفراد المحترمين ذوي الخبرة الكبيرة كمستشارين أو البقاء منتسبين إلى بسن. عادة ما تكون هذه الأدوار غير قتالية، ويمكن أن تتضمن تدريب الأعضاء المبتدئين، ولكن في المناسبات الخاصة يمكنهم المشاركة في البعثات الميدانية. ومن بين مستشاري الرابطة المخرج السابق كلايف أوبراين وأعضاء النجوم السابقين باري بيرتون وريبيكا تشامبرز، وتم استكمال جميع هذه الوحدات الميدانية المتنقلة بمكتب تحليل الاستخبارات، حيث تم تقييم جميع المعلومات التي تم جمعها لتحديد التهديد الفعلي للإرهاب البيولوجي، ثم تم جمع هذه المعلومات وإرسالها إلى مكتب تخطيط العمليات، حيث تم للتخطيط مسبقا لنشر بسن بالتفصيل للدقيق. عمل كل من تحليل الاستخبارات والتخطيط التشغيلي في وقت واحد مع إدارة الاتصالات التي تعاملت مع العلاقات العامة ووسائل الإعلام. معظم أسلحة ومركبات ومعدات بسن تأتي من قسم تطوير التكنولوجيا في المقر الأوروبي بسن، وتشمل هذه الطريقة الرئيسية لنقل العديد من الطائرات والزوارق الجوية والقوات البرية، وهي المناورة هيموف. كانت هذه مركبات دفع رباعي لجميع التضاريس، قادرة على نقل ما يصل إلى 6 جنود في المرة الواحدة. كانت متعددة الاستخدامات، ويمكن تغيير تسليحها وتسليحها لتناسب المهمة والبيئة التي تم استخدامها فيها. تضمنت الاختلافات سرير تتبع مع أنبوب التنفس، وسرير تتبع مغطى وعاكس دخان. جعلت متانة السيارة الممتازة وقوة حصانها مناسبة تماما لأنشطة مكافحة الإرهاب البيولوجي في أكثر المناخات تطرفا. كما تنوعت أسلحة بي اس إيه القياسية بشكل كبير على مر السنين، من مدافع أم 92 إف وجي 36 الرشاشة إلى مدافع بيريتا 92 إف وسيج 556 الرشاشة. يسمح أيضا باستخدام أسلحة مخصصة بشكل خاص للأفراد. عمل كوينت سيتشم الخبير الفني الذي يعمل في قسم تطوير التكنولوجيا مع ساموراي إيدج إيه واحد وساموراي إيدج موديلفي. أنا شخصيا وضعت الثاني ودعم باري بيرتون. وحتى اليوم لا يزال الاتحاد يمثل أكبر فرقة عمل عالمية لمكافحة الإرهاب البيولوجي في العالم. الفرع العالمي، المقر الأوروبي، أوروبا وغرب روسيا فرع الشرق الأوسط، أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا فرع أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الشمالية بأكملها فرع أمريكا الجنوبية، في جميع أنحاء قارة أمريكا الجنوبية فرع غرب إفريقيا، الجزء الغربي من القارة الإفريقية، هنا تتمركز الشيف القديمة.
فرع شرق إفريقيا، الجزء الشرقي من القارة الإفريقية فرع الشرق الأقصى، دول شرق روسيا وشرق الهند فرع أوقيانوسيا، أستراليا هي مركز عمليات أوقيانوسيا، أنتاركتيكا أيضاً ضمن اختصاص فرع أوقيانوسيا. داسو هي منظمة لجيل جديد من العملاء مع الاستعداد والمرونة لحماية الولايات المتحدة من تهديد الإرهاب البيولوجي المتزايد. تأسس داسو في عام 2011 بناء على أوامر من الرئيس آدم بن فورد الذي صمم الوحدة مع صديقه القديم ليونسين كينيدي. اثنان كانت منظمة مكافحة الإرهاب البيولوجي منظمة لمكافحة الإرهاب البيولوجي وخليفة روحية للجنة الفيدرالية للإرهاب البيولوجي، ولكن لن تكن هناك علاقة بين الاثنين، وكان للجنة الفيدرالية للإرهاب هيكل تشغيلي مختلف تماما. تم تشكيل داسو بسبب التهديد الحالي للإرهاب البيولوجي إضافة إلى الحرب ضد الإرهاب التي بدأت في هجمات 2011. كان من الصعب معالجة هذه القضايا ضمن الإطار التنظيمي الحالي للحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة العسكرية السرية بن فورد نفسه. تم إنشاؤه في أعقاب حادثة مدينة الراكون في عام 1998. يمكن أن يقود مكتب خدمات الرقابة الداخلية أعضاء النخبة من مختلف المنظمات الأمنية، ويمكن محاسبة كل عضو مباشرة أمام الرئيس من خلال الدفاع عن رؤية الرئيس الخاصة للعدالة والقضاء على الأزمة التي تشكل خطراً واضحاً على الولايات المتحدة. وقد فاز جهاز الأمن لقب السيف الرئاسي في سنوات فقط اثنان بعد فترة مثيرة للإعجاب من القضاء على ما يقرب من تهديد الإرهاب البيولوجي المحلي. الشعار غير الرسمي للمنظمة هو السلام من خلال المعركة، وتركز عملية وكيل داسو أساساً على التحقيق والتجسس. عادة ما يعمل الوكلاء بمفردهم أو في فرق صغيرة جداً. يتم تزويدهم بأسلحة نارية ومسدسات عالية الأداء، ولكن سرعان ما تم تزويدهم بمعدات متخصصة عندما أصبح من الواضح أن الأسلحة النارية التقليدية التي تستخدمها سلطات إنفاذ القانون والجيش لم تكن بالضرورة مناسبة للأسلحة البيولوجية العضوية. وبفضل التمويل المتاح لتطوير وتصنيع الأسلحة النارية المصممة خصيصاً لمحاربة الصواريخ القوس، أعادت إدارة الدعم الميداني أيضاً إحياء مشاريع مماثلة نفذتها شركة FDC مثل مشروع الحارس. في ذلك الوقت، وبفضل تأثير مورغان لانسديل، كان لدى مجلس إدارة الاتحاد ثروة من القوة المالية وميزانية عسكرية مماثلة لميزانية دولة صغيرة. تم تخصيص مشروع الحارس الأصلي لتطوير معدات وأسلحة نارية فريدة مخصصة لمكافحة الإرهاب البيولوجي. تم إلغاء مشروع الحارس بعد حل فبيكا في عام 2005، ولكن داسو كان قادراً على استيعاب كمية هائلة من البيانات، بما في ذلك تحليل النماذج الأولية للمعدات وتصنيع المنتجات التجريبية. تم إحياء مشروع الحارس، وتم تعيين ليون كينيدي مشرفاً على المشروع بسبب خبرته الواسعة في محاربة صواريخ القوس في مدينة الراكون وأمريكا الجنوبية وجنوب أوروبا. أشرف ليون على العديد من المسدسات الجديدة التي تم تطويرها لعملاء داسو وفقاً لمعايير التنوع والموثوقية والاستقرار. واحد من أول المسدسات المصنعة في إطار مشروع الحارس الجديد كان CGB-226E2، والتي أصبحت مشكلة قياسية لجميع تجار داسو. مع تقدم المشروع، تم تطوير نسخة مخصصة من CGB-226E2 وأطلق عليها اسم الحارس التاسع. خضع النموذج الأساسي للعديد من التحسينات، وتم نقش البرميل بشعار داسو السلام من خلال القتال. بحلول عام 2013، تم إنتاج عدد صغير فقط من الأسلحة التجريبية الحارس التسعة. كمشرف، ليون هو اختبار البندقية في حالات القتال الحقيقية، ويتم تحديد الإنتاج المخطط على نطاق واسع بعد ردود الفعل وتحليل البيانات. لسوء الحظ،
وقع هجوم الإرهاب البيولوجي على أشجار البلوط الطويلة في عام 2013 بسرعة كبيرة، لدرجة أن ليون لم يتمكن من الحصول على سلاح جديد، ولم يستلمه سنتينل 9 إلا بعد حل هذا الحادث. في هذه اللحظة لا يزال القرار بشأن الإنتاج الضخم من الحارس 9 لجميع تجار داسو مترددة. بالإضافة إلى ليون، أصبحت شيري بيركين أيضاً أداسو وكيل في عام 2012 بعد تجنيده من منظمة حكومية أمريكية داخلية أخرى. تقدمت هيلينا هاربر أيضاً بطلب، وكان ترشيحها مدعوماً من قبل دريد هونيجم، لكن قضاياها التأديبية السابقة في وكالة المخابرات المركزية أدت إلى رفض طلبها في النهاية. ولكن بعد دورها في فضح ديريك سيمونز وأفعالها خلال الهجمات الإرهابية البيولوجية الطويلة أوكس ولانشيانغ، تم تعيين هيلينا رسمياً داسو في من 2013 إلى 7. ريبيكا تشامبرز عضو سابق في سيترز كما يدعم داسو كاستشاري. كان عملاء داسو نشطين خلال هجمات الإرهاب البيولوجي في تل أوكس ولانكسيانغ في عام 2013، وفي أعقاب ذلك تم تعيين العديد من العملاء الرئيسيين للكشف عن الخونة داخل الحكومة الأمريكية واعتقالهم الذين يبيعون معلومات حساسة لمنظمات خارجية. شعار داسو هو درع مستدير محاط بأجنحة نصر، بما في ذلك أسد يحرس العلم الأمريكي. تم تصميمه بمفهوم أن المبعوث هو الشخص الذي يتمتع بأكبر سلطة، وكان مصمماً للتعبير عن العلاقة بين الرئيس والممثل. تم استخدام صورة النسر كرمز للقوة والشجاعة والبصيرة والخلود. كانت هناك أيضاً فكرة وجود مبعوث إلهي قوي، لذلك تم وضع أسد على التاج لتمثيل الإله الرئيس، ونصر لتمثيل المبعوث الوكيل. دعم العمليات الميدانية، وفي نفس الوقت الذي أنشئ فيه مكتب الدعم الميداني، أنشأ بنفورد دعم العمليات الميدانية لدعم الوكلاء من خلال مكتب الدعم الميداني. ولدت المنظمة كوكلاء من وكالات حكومية مختلفة يعملون تحت سلاسل أوامر منفصلة من أجل الصالح العام للولايات المتحدة. الفوائد: يمكنه أداء المهام بأمان وفعالية تحت سلطة مركزية. وقد أفاد تبسيط تنظيم العوامل البلدان التي لا تزال تواجه العديد من التهديدات، بما في ذلك الإرهاب البيولوجي. وعينت بريد هونيغان منسقة للعمليات، وعملت إدارة العمليات الميدانية مباشرة مع مسؤولي مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وفي عام 2013 تم تعيين جميع عملاء فوس من قبل مستشار الأمن القومي ديريكسي تحت قيادة سيمونز تم تعبئتها لتقييم الوضع. من الصعب إرسال قوات بسبب عدم القدرة على فهم جوهر الأسلحة العضوية الحيوية المستخدمة، وبمساعدة فوس يصبح الوكيل رأس حربة حقيقي. كان فيلق كلب الذئب مجموعة نخبة صغيرة تتكون أساساً من أعضاء بسّاً الذين أصبحوا المارقة. قاد المجموعة كريس ريدفيلد الذي شكل فرقة العمل بعد تجريده من الحقوق من بسن بعد حادثة العفن في دولفي لويزيانا. تم تغطية الحادث بأكمله وإغلاقه كتسريب للغاز، مما أثار غضب كريس. وكان الاتحاد حريصا على تجنب المزيد من التدقيق العام، لأنه كان بالفعل تحت ضغط خطير بسبب حادث الإرهاب البيولوجي وتكاليفه المتزايدة. في عام 2014 أثناء نقل أسلحة إيفلين البيولوجية، لم تتمكن وكالة الفضاء الأمريكية من القبض على المخلوق أو معالجة. في النهاية تم نقل إيفلين من ميونيخ إلى الولايات المتحدة قبل أن يضربها إعصار قبالة سواحل لويزيانا. نجت إيفلين وفقدت العديد من الأرواح في اليوم التالي 3 سنوات. في حادثة غطتها بسن، شكل كريس فرقة هاويند وولف في محاولة لتصحيح إخفاقاتهم السابقة. على مدى السنوات القليلة التالية، علم كريس بوجود ميراندا كتهديد محتمل، ربما من كارل هايزنبرغ. في مرحلة ما، تم نقل إيثان وميا وينترز إلى أوروبا الشرقية لحمايتهم من العصابات الإجرامية والصلات. منزلهم الجديد قريب جدا من منزل قرية ميراندا،
وبعد ولادة ابنه إيثان، روزماري تمكنت ميراندا من التسلل إلى المنزل، وفي هذه العملية غيرت شكلها إلى مايا. في 2021 اثنان اقتحم فريق من ذئاب كلاب الصيد منزل وينترز وأطلقوا النار بلا هوادة على الفنانة مايا. قام إيثان في حالة صدمة بتوبيخ كريس على أفعاله، لكنه أخرجه من وعيه. ثم حاولت القوات نقل العائلة إلى بر الأمان، لكنها لم تدرك أن إطلاق النار فشل في قتل ميراندا. تعود ميراندا إلى الحياة وتستعيد روزماري تاركة إيثان وفريق من ذئاب كلاب الصيد في الجبال المغطاة بالثلوج خارج قريتها. في اليوم التالي قامت فرقة الذئاب بقيادة كريس بإجراء بحث أثناء استكشاف القرية والمصنع المجاور، واصطدمت بالعديد من سفن القوس الضخمة. بعد إنقاذ هايزنبرغ إيثان المتحور، قاد كريس فريقا من ذئاب كلاب الصيد إلى القرية لتدمير ميجا مايسيت التي كانت تنمو بمعدل ينذر بالخطر، استعدادا لحفلة عيد ميلاد ميراندا. مع الجهود الجماعية للفريق تم تدمير ميراندا وميجا مايسيت، وتم إنقاذ مايا وروزماري، لكن كريس قتل على يد إيثان الذي ضحى بنفسه أثناء القتال. نجا جميع أعضاء فرقة كلب الصيد الذئب من الحادث، وشهدوا على إرسال جميع أفراد الجيش السوري الحر جنودا بيولوجيين فائقين للمساعدة أكثر في خوفهم واشمئزاز. الأعضاء المعروفون في فرقة كلب الذئب هم كريس ريدفيلد قائد الفريق أو ألفا، تشارلي غراهم، عواء الليل جون بيرلمان، روبو إميلي بلهوف، تندرا ديونا ويلسون، الكلب رولاند اللبا عيون غامضة. كانت فلترو مجموعة متطرفة بدأت كمنظمة كبيرة مكونة من نشطاء وطنيين قبل أن تتطور إلى منظمة إرهابية مصنفة دوليا. شعاري الفلترو وينفي لكلب الصيد الذي أنقذ إيطاليا من الفساد، وكان رأسها أستاذ جامعي سابق يدعى جاك نورمان. الميك نورمان شريرة، لكن كان يجل مندفع في منتصف العمر استمر في الموضي قدمه وسعى لتحقيق أهدافها لمث إليه، ولم يشكك أبدا في أخلاق فعالة. بمرور الوقت حولت جاذبيته القوية فرترو تدريجية إلى عبادة مسلحة، وأدخلت سياسات عدياء للأجانب بشكل متزايد. أصبحت المجموعة جذرية مما قلل عددها إلى عدد صغير من الأفراد المختارين. كان الأعضاء يرتدون الزي العسكري القياسي، وكانت وجوههم ملثمي نبأ قناعة واقية من الغاز لإخفاء هويتهم الحقيقية. فقط نورمان كان لوجه العام الفرتر وكشف عن حقيقته المأهير. اسمهم هو إشارة إلى السلوقية من الكوميديا الإلهية لدانتي ألغيري. كانت المنظمة محاطة بالسرية إلى حد كبير، ولم يكن أحد يعرف الكثير عن أصولها، باستثناء أنهم كانوا في الأصل مجرد مجموعات طلابي تعمل تحت إشراف أساتذة. أخذوا إلهام كبير من دانتي وجاك نورمان للتأكد من سماع صوت فيلترو في جميع أنحاء العالم، وشاركوا مقطع فيديو لوحي دلقار، لكنهم أطلقوا على نفس هماسة منقذ إيطاليا، لكن أعمالهم الإرهابية تناقضت مع رمز السلوقي الذي زعموا أنه مثلة. يصف بيانهم المصير بأنه إرادة قوة أعلى، وبدلاما لعنة قذرة فإن مصيرهم هو أن تمزقه أنياب السلوقي. يعتقد فرترو أنه لا يوجد ضحايا على الأرض، لأن الجميع كانوا يلعبوا ندورهم في خلق عالم أصبح الآن هشال الغية. فقط أعضاءها كانوا هدف بحت، وكان كالعضو من أعضائه على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل قضيتهم لتنقية العالم. مع زيادة تطرفهم تضاءلت عضويتهما لكبيرة، وتضاءلا لتمويل ذا الكادطر إلى لاعة ما دعا لتكوتيكة حرب العصابات الحضرية لتغطية نفقاتهم. كان سلاح الفيخت أوروهو أك 47 وغلبا ما كان للموليون للجموعه روبط عائلية مثل الزوج والزوجة. عارض في لترو بشدة بناءة راجريجيا. تم بناء مشروع أكوبوليس الفريد قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، هو مدع بالطاقة الشمسية والتكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة.
لقد كانوا صريحين للغاية في احتجاجهم وفعلوا الكثير لتعطيل تطوير المشروع. لفت هذال انتباه إلى موراغان لانسديل الذي خطط سر رحلة رهاب بولوج كبير باستخد أم في روست إبيسن طور حديث الإنشاء بيانات سريرية كافية لتطوير اللقاح. وكان تيرا غريفياد فمناسبة الآن حدوده كمشروع أوبي أمريكي اشترك في التأنون يكون للجنة الفيدرالية لمكافحة الإرهاب ولاية قضائية كاملة على القضايا المتعلقة بالإرهاب البيولوجي. جعل هذا فيلترو خيار واضح ليصبح كبش فداء له. ومنال مفارقات أنهذ اجعل الناس الخداعي لأن جاك نورمان يشك أبدا في أخلاق فعالة ولم يكن لدى لنسد المشكلة في التلاعب به لتلبية احتياجاته الخاصة. قم لانس ديل تمويل فيرتروسرا مما سمح له بشراء لأقو سفية لسوق السوداء. وفي عام 2004 استخدم مركبات جوية بدون طيار لتزويد فروستي بيس التي تم تزيع في تيراغريجيا. تسببت هذه الحد الشائنة التي استمرت 3 أسابيع والتي أطلق عليها اسم فيرتيراليزيا في جلب العر العالمية إلى بلترو. تم تدمير المدينة في النهاية وكان جاك نورمان مستعل مطلبه بانتصار كبير حتي تعرض للخيانة من قبل لانستيل. تم اطلاق في روست إبيس على 3 سفن ملكة في لتروكان تستخدم هك مركز قيانده متنقل وأغرقت شتريجيا سوليسا لملكة بيدو ترك نورمان والعديد من رجالها محصر في قاع المحيط. على الرغم من الاعتقاد بأنهم ماتوا فقد نجوب إرادة أنقية وابتل عقصر الفيروس تيأبيس في حين أن معظم أعدادهم قد حرتمت خلال شهر القليلة الماضية. فإن الدافع الخاص لانتقم استمر في إبقاء نورمان على قيد الحيئة. وبينما أعلن مورغان لانسديل إفبيس في وقت لاحق أعلن أنهما نجحا في حل فيرترو تماما فإن جاك نورمان هو جزء ما نالم سؤوليت عن مطلبة في رتروب ثعرة راجلي سياب. كانيات برشهيدا عندما تمت مشاركة لقطات الفيديو في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. ظهرت تقارير عن إحياء محتمل في لترو في عام 2005. لكنهذا كان في الواقع إحياء لمسرحية متنظيمة هاك جزء من عملية لاذعة سرية للغاية تقوم بها مدير بي إس إيه كلايف أوبراين لأعتراض لانسديل الذي كان يعتقد منذ فترة طويلة أنه متورط في تنسيق الإرهاب. حادثة تيراجريسية جذبت الحركة المزيفة في الوقع المقلدين لأعضاء الجد المولي القضية فيلترو وكنأساس شاطهم هم طرف الكويني ناموكي في أعالي الجبال الفنلندية. لعبوا كيلا تاريسيل ريموندا بيستر دور جاك نورمان لخداع عملاء بإسائية في لادو لانسديل نفسه والمستطع العثور على جاك نورمان على قيد الحياة. يسقط لانسديل قنابل حارقة في المطر ويرسل فريق إفابيسي ستريك إلى حطام سفينة الملكة لغارقة ديدو ويكشف الحقيقة ويتم القضاء على الفريق في تبادل لإطلاق النار مع الناجين من فيلترو الفين حصر وهنك لأكثر من عام. تم العثور على جاك نورمان الحقيقي في النهاية على قيد الحياة من قبل كاريس ريدفيلد وجيل فانتين في حطام سفينة ديدو والغرقة. لكن العزلة طويلة الأمد دفعته إلى الجنون وابتلع فيروس تي أبيس وتحول إلى وحش. لكن مراقبته بالفيديو لجميع اجتماعات فيلترو مع لانسديل المخطلها من تيراجريجيابان راوندمت أدلة دامغة كافية الإثارة سقوط الأنسديل حل اللجنة الفيدرالية للإرهاب البيولوجي في نهاية المطاف. على الرغم من القضاء على فيرترو إلا أن إرث منتص في النهاية على الرجل الذي ابدأ سقوطهم. المظلة الجديدة هي منظمة إرهابية بيولوجية سستها ونظمتها سيريران كارلا راداميس. كان هدفهم الوحيد هو خلق تأثير كاف لزعزعة استقرار النظام العالمي الذي تم ضبطه بعناية والحفاظ عليه لقرون من قبل الإخوة السرية. لقد صنعوا عدداً لا يحصى من الأسلحة البيولوجية واستخدموا فيروس سي في أوائل عام 2010 لإحداث العديد من المخاطر البيولوجية واسعة النطاق في أجزاء مختلفة من العالم. ولدت المنظمة كجزء من خطة كارلا راداميس للانتقام من ديركسي سيمونز وعائلته بعد أن خانها ديركسي سيمونز وعائلته.
كانت في الأصل باحثة واعدة وانفتحت على عالم الأسلحة الفيروسية غير القانونية من قبل سيمونز نفسها التي رأت إمكانات قدراتها. بعد أحداث مدينة الراكون أصبح سيمونز مقتنعاً بأن صواريخ القوس ستهيمن على مستقبل الحرب وستحل في النهاية محل الأسلحة التقليدية في النزاعات الحديثة. عملت كارلا بجد وظلت مخلصة تماماً سيمونز، لذلك تم وضعها في طليعة هذا البحث. كانت مبتكرة فيروس سي وقادت مشروع آدا لعدة سنوات في محاولة لإرضاء هوس سيمونز النهائي بإنشاء النسخة المثالية من آدا وون. ولكن بعد سنوات من الإحباط استخدم سيمونز كارلا كموضوع اختبار لا إرادي للمشروع بعد أن اقترح أحد باحثيه أن كارلا كانت مطابقة وراثية متوافقة تماما مع ما كانوا يبحثون عنه. عندما تمكنت كارلا من التناسخ كنسخة جسدية كاملة من آدا من شرنقة الكريستال في من 2009 إلى 4، خضعت لبرنامج تكييف مكثف لجعل مظهرها وسلوكها وصوتها متماثلا تماما مع الشيء الحقيقي، مما أدى إلى تدمير الآثار المتبقية لكارلا رادامس في هذه العملية. لكن خلال نظام التدريب المكثف هذا بدأت الذكريات المكبوتة لوجود كارلا السابق تعود ببطء إلى سطح عقلها. أدى هذا في النهاية إلى الإدراك الكامل لما فعلته سيمونز بها، والتي ولدت فيها كراهية شديدة شبه متعصبة للرجل الذي كانت تعشقه ذات يوم. الآن تحترق كارلا للانتقام من سيدها، ولديها الآن وجه جديد وهوية جديدة، بينما في نفس الوقت لا تزال تحتفظ بثقة وإعجاب سيمونز الكاملين. كانت لديها فكرة فورية عن الانتقام، لكنها أدركت أنها بحاجة إلى انتظار وقتها، وانتقلت ببطء من للداخل لهزيمة أحد أقوى الرجال في العالم. تم إنشاء مظلة الجدد في عام 2010 بعد سيمونز الموهوبين كارلا الجزء الأكبر من موارد الأسرة في شرق آسيا كدليل على الامتنان لولائها والخدمة المستمرة. وشملت هذه الهدية الأفراد والأسلحة والمعدات والموارد المالية غير المحدودة تقريبا. تم أخذ اسم المظلة الجديدة المظلة الجديدة تكريما لشركة المظلة الأصلية بعد المسؤولية عن إنشاء أسلحة عضوية غير قانونية والانتشار السريع اللاحق للإرهاب البيولوجي، والذي مع الحفاظ على الولاء المطلق تحت ستار آدا وونغ يسمح لكارلا بالاستفادة من سيمونز وتمويل المجموعة بهدوء وتعزيز التوسع السريع في السرية المطلقة. بما أن الأسرة تعزز استقرار وازدهار أفراد النخبة، فإن ظهور مظلة جديدة يشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار العالم وتدمير الهيمنة الأمريكية بين الناس، من الصعب جداً الحفاظ عليها جميعاً. استخدمت كارلا الاسم كسلاح للخوف لإحداث الارتباك والارتباك، لكن منظمتها لم يكن لديها اتصال أو اتصال محدد بشركة أوزويل إي سبنسر الأصلية، كما أنه لا علاقة له بالمظلة الزرقاء الناشئة حديثاً التي كانت تحاول في ذلك الوقت إقناع العالم بنواياهم الحسنة من خلال القضاء على فوضى المظلة الحمراء الأصلية. وهم في خضم خطة لإعادة التنظيم بموجب الفصل 11 ويعملون تحت جزاءات صارمة تحت إشراف الأمم المتحدة. تبنت مجموعة المظلة الجديدة شعاراً بتصميم مشابه جداً لشعار شركة المظلة القديمة، وبدأت كارلا سريراً في العمل على تجنيد العلماء والفوضويين المتعاطفين مع قضيتها. استخدمت القوة المالية للعائلة ودور سيمونز المؤثر في قسم الأسلحة البيولوجية لشراء العديد من العقارات الكبيرة التي تم تحويلها إلى مرافق البحث والتطوير. وشملت هذه المراكز الطبية والمستودعات في العديد من المدن حول العالم. تم شراء البرج الرباعي الفاخر في لانكسيانغ الصين واستخدامه كقاعدة مركزية لأعمال نيو أمبلي، بينما كان متنكرا في هيئة واجهة تجارية مشروعة. وبالمثل تم الاستيلاء على القصور الصينية التقليدية في ضواحي نفس المدينة مع مساحات شاسعة ومرافق تحت الأرض تم تحويلها إلى مختبرات ومراكز فحص طبي.
بفضل سيمونز إعطاء كارلا السيطرة على موارد الأسرة في شرق آسيا، كارلا ونيوم ظلت الآن الوصول إلى العديد من حاملات الطائرات والمقاتلات النفاثة ومروحيات النقل المدرعة وحتى الغواصات البحرية. أثناء بناء إمبراطوريتها الخاصة في نفس الوقت تحت غطاء المظلة الجديدة، واصلت كارلا العمل مع سيمونز وفريقه البحثي الذين ركزوا في ذلك الوقت على تسليح فيروس سي واستخدام بقايا مشروع آدا البحث لإنشاء كامل متحولة نوع القوس من ألا النوع. أجرت كارلا تجارب لا حصر لها وأنشأت العديد من المخلوقات، وفي نفس الوقت نقلت سريرا جميع بيانات البحث والتطوير إلى الشركة مظلة نيو لمساعدة العلماء على تحسينها وتحسينها. في عام 2011 كان أحد التطورات الرئيسية للمظلة الجديدة هو تطوير أوستانك، وهو مشروع لتطوير قوس نهائي بسمات مشابهة المطارد العدو تيتاي. واحد بعد 322 تجربة فاشلة، تطوع عالم مظلة جديد كان يحب كارلا رادميس وحقنها بالفيروس. لقد كان قوسا مصنعا، لكن كل قدراته العقلية كإنسان ظلت سليمة، مما منحه القدرة على التفكير بشكل مقنع. هذا جعل أوستانك مرشحا مثاليا لأداء المهام بمفرده. كان قادرا على استخدام الآلات والمعدات المعقدة فور التقاطها، لذلك زادت الآثار الجانبية للطفرة من الذكاء. كان لأوستانك علاقة الأم والابن مع كارلا وأطاع أوامرها فقط. أنتجت إدارة الأسلحة في مظلة الأجسام القريبة من الأرض العديد من الأسلحة والملحقات الخاصة لأوستانك لبقية العام، بما في ذلك بنادق فولكان والبنادق والتدريبات للقتال من مسافة قريبة. تمكن لاحقاً من إرفاق ملحق قابل للتوسيع لالتقاط الهدف واستخدام حقنة لاستخراج عينة دم. الطافرة المبكرة بالكامل التي طورتها كارلا هي مخلوق أنثوي تم إنشاؤه باستخدام بقايا بحث مشروع آدا، يفرز شكلاً غازياً من فيروس سي، والذي يتحول إلى زومبي مفترس في غضون ثوان عندما يستنشق البشر هذا السم. بناء على طلب ديريك سيمونز، أجرت كارلا اختباراً ميدانياً في عام 2012 لصالح الأسرة، لكنها كانت مخصصة بالكامل لمظلة جديدة للاستفادة من نتائج البحث. أعطت كارلا فيروس سي لابندي فيرجارا وهي طالبة محبطة في أكاديمية ميرهاوا، وهي مدرسة خاصة مرموقة في ريف آسيا. استخدم بندي الفيروس لصديقه نانيوشيهارا الذي تجسد لاحقا كطفرة كاملة للأنواع وأصبح يعرف باسم ليبوتيكا. لاحظت كارلا من الخلفية أن الموضوع سي 16 بدأ في الهياج، مما أضر بزملائه الطلاب وتسبب في شر مقيم هائل. أصبح بندي أيضاً مخلوقاً قادراً على حقن نفسه مباشرة وتعزيز قدراته التجديدية والمطفر الخاصة مع الحفاظ على وعيه البشري. تم تدمير نانان وبندي في النهاية من قبل بي إس إيه، لكن كارلا جمعت بيانات مفيدة عن الحادث وأنقذت كارلا جثة نانان وإعادتها إلى مقر نيو المظلة. استخدمت كارلا السم الذي أنتجته ريبوتيكا كأساس لها في نهاية المطاف لعبة في نهاية المطاف هاوس. هذا هو السلاح النهائي لمظلة نيو المحتضنة سررا لفترة طويلة في منشأة غواصة خاصة. تم بناء المنشأة خصيصا على بعد 80 ميلا من ساحل لانكاسيام، حيث تتمتع مظلة نيو بموقع سري حيث تصنع أقواس القوس وتعمل كحاضنة لهوس. تبلغ تكلفة بنائه مليارات الدولارات، ومع تلاعب كارلا باستمرار بسيمونز كانت بالتأكيد قادرة على سحب أموال لا نهاية لها من احتياطيات العائلة التي لا نهاية لها. يتم إخفاء هوس داخل شرنقة عملاقة تفقس عندما تكون جاهزة، وتتبع البرمجة من خلال الوصول إلى السطح واللعب. في غضون أيام قليلة تلوث مخلوقات هاوس الكوكب بأكمله. كان غاز فيروس سي الذي انتجوه أكثر تركيزا بآلاف المرات من غاز ليبوتيكا، وكان قادرا على إصابة نطاق أوسع بكثير بشكل أسرع.
مع تنفيذ هذه المشاريع والتطورات المختلفة، ظلت مظلة الأجسام القريبة من الأرض تحت الرادار بالكامل ولم تكن معروفة للعالم بأسره. انتظرت كارلا حتى كانت منظمتها قوية بما فيه الكفاية ومستقرة قبل إطلاق العنان للخوف والفوضى في العالم، لكن خلال ذلك الوقت استمرت في جمع جحافل من المتابعين واختبار البشر. تم إعطاء العديد من المتطوعين فيروس سي وأصبحوا جفو. ظل هؤلاء المرضى مخلصين تماما لسيدهم، وغالبا ما كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء طفرات الوجه. حسنت المظلة الجديدة الخصائص التجديدية لجفو وطفراتها، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 12 نوعاً مختلفاً تم تسميتها بشكل فريد باستخدام عبارات صربية مختلفة. عملت كارلا مع هابو تحت قيادتها أثناء وجودها في معهد ثور أوكس لصالح عائلتها، لكنهم كانوا مخلصين لها فقط وعملوا كحارس شخصي لها. حتى الآن وصلت شائعات حول وجود شركة نيو المظلة إلى الولايات المتحدة. قامت الحكومة تحت اسم كارلا بتسريب تفاصيل عملياتها بما في ذلك أستانت والأسلحة التي استخدمتها، وقد تم ذلك مرة أخرى لنشر الخوف والذعر من الظهور الوشيك لشبكة إرهاب بيولوجي جديدة. علمت بقية العالم عن جفوف من 2012 إلى 12 عندما تحالفت المنظمة المظلة الجديدة مع جيش التحرير الأدوني الذي شارك في حرب أهلية ضد الحكومة. زودت كارلا المتمردين بسلالات من فيروس سي متخفية في شكل مكملات غذائية، وسرعان ما أصبح العديد من قواتهم جفوس وقاتل المظلة الجديدة بسم، كما تم اختبار أنواع الطفرات التجريبية الكاملة ميدانياً، وتم بيع العديد من عينات أغروما للمتمردين. كما استخدمت المجموعة الموقع لإجراء العديد من الاختبارات السرية بما في ذلك إطلاق النار على الجبال وتفريخ قطعان المساكيت وتعقبها. لكن الهدف الرئيسي للمظلة الجديدة في حرب إيدونيان كان تأمين جيك مولار ابن البرت ويسكر، الذي كان لديه فصيلة دم فريدة جعلته محصناً ضد معظم السلالات الفيروسية. أراد ديريك سيمونز استخدام دمه لمنع الحكومة الأمريكية من خلق سلالة أكثر فتكاً من الفيروس وتصنيع علاج، لذلك أرسل في العائلة شيري بيركين لأخذه بأمان خارج البلاد، ويستخدم كارلا كنسخة احتياطية للتأكد من نجاحها. لكن كارلا تخون سيمونز، وتم القبض على كل من جيك وشيلي وإعادتهما إلى منشأة سرية لمظلة نيو في الصين. تخبر كارلا عائلتها أن شيلي وجيك قتلا في الحرب. في عام 2013 بدأت كارلا في استخدام خطة سيمونز الخاصة ضده باستخدام دم جيك لإنشاء سلالة محسنة من فيروس سي. هذا الإصدار الجديد ليس فقط تعزيز المضيف، ولكن أيضاً القضاء تماماً على الحاجة إلى مرحلة شرنقة. بمعنى يمكن للمضيف الاستمرار في التحول إلى شكل جديد إلى أجل غير مسمن دون المساس بسلامة الخلية. قد يستغرق تحسين هذا الصنف ما يقرب من 6 أشهر، وكانت عملية التطوير معروفة فقط لكارلا والتي لا يمكن تكرارها من قبل المنظمات الخارجية. في هذه الأثناء تسببت المظلة الجديدة في المزيد من حوادث الإرهاب البيولوجي في جميع أنحاء العالم، وببطء أصبح بقية العالم يخشونها. من خلال كل هذا تواصل كارلا رادميس التظاهر بالولاء لديريك سيمونز، ولا يعتقد هو ولا أي شخص في العائلة أن شركة المظلة الجديدة تديرها واحد منهم. عرفت المظلة الجديدة أن سيمونز كان يخطط لاغتيال الرئيس آدم بن فورد، لكنه لم يلعب دوراً نشطاً في الشر المقيم الذي ضرب تال أوكف من 2013 إلى 6 لمنع المظلة من الكشف عن الحقيقة وراء علاقة الحكومة الأمريكية مع مدينة الراكون. ولكن في الفوضى التي تلت ذلك أعلنت المظلة الجديدة في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم، واستخدمت الحادثة كوسيلة لتحويل الأموال لشن هجوم على لانشيانوغ. قبل بضعة أيام قامت مظلة نيو أيضاً باختطاف تدريجي للغواصة البحرية التي أعطاها سيمونز لأول مرة لكارلا.
تم القيام بذلك لإقامة حدث لجذب كارلا للعب عايدة وواندا الحقيقية كجزء من مباراتها الأخيرة. بمجرد اندلاع الفوضى في العالم، خططت كارلا لتأطير آدا وواندا كعقل مدبر وراء مظلة نيو، ضربة أخرى لسيمونز. هاجمت عصابة جفولا كسيان وقتلت المدنيين بلا رحمة وتسببت في فوضى عامة. تم القبض على المنطقة بأكملها وأخذ العديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة كرهائن. ويسمى بسًا، ولكن هجوم جفو كان مجرد تحويل للمظلة الجديدة لإطلاق صاروخ مجهز بفيروس سي وتحويل جميع السكان إلى الكسال. كان من المقرر أن تتبع الخطة هجمات أخرى على المدن الكبرى حتى يحين الوقت لإطلاق العنان للعالم. خطة كارلا هي أن بسًا والسلطات الأخرى تعتقد أن آدا وون هو زعيم وراء كل شيء، القاتل مظلة الجدد يتسلل إلى نقطة التقاء الأسرة وسيوينيو مظلة معززة من قبل ديريك سيمونز، وقد اتخذت أيضًا على جيك مولر وشهري بيركين للمرة الثانية ونقلها إلى منشأة تحت البحر. لكن في النهاية حاصرت وكالة الأمن القومي كارلا واغتالت لاحقًا على يد عميل عائلي. عندما توقفت علاماتها الحيوية، بدأ تنفيذ الخطة دالي بروتوكول الطوارئ للمظلة الجديدة رسمياً، واستيقظ هاويس، وإن لم يكن في حالة متطورة بالكامل. لقد اكتمل بنسبة 70.3 علامة استفهام فقط، لذلك هزم هاويس في النهاية كريس ريدفيلد وبيس نيفانز، الذي تمكن من الوصول إلى السطح. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تسقط المظلة الجديدة، حيث فقد سلاحها الرئيسي وقائدها وبيانات تطوير فيروس سي المحسنة. ولكن تم حفظ بقايا أبحاثهم، وتم تبني أساليبهم لاحقاً من قبل تاجر الأسلحة في السوق السوداء جيلين أرياس ومنظمته الإرهابية البيولوجية. الوحدات شبه العسكرية استخدمت مظلة نيو وحداتها العسكرية الخاصة للغزو والهجوم. ما يجعل هذه الوحدة فريدة من نوعها هو أنها كانت تتألف بالكامل من جفو. ولكن على عكس تلك التي شوهدت في أوروبا الشرقية والصين، تلقت المظلة الجديدة جفو تدريبا قتاليا احترافيا. ارتدى كل عميل بدلة قتالية مصممة خصيصا يمكنها التحكم مباشرة في الطفرات المحلية باستخدام أجهزة إرسال وموصلات مشابهة للمخالب الشبيهة بالأعصاب التي تفتح بين المفاصل. أعطتهم أقنعة الوجه نظرة قريبة من مظهر الزنبور. مرافق مميزة، برج سكوير، هذا من أطول المباني في وسط لانكسيانج، ويتكون من 4 أبراج مثلثة تشبه شعار المظلة من السماء. يحتوي على ساحة مركزية عليها شعار مظلة نيو وبرج كبير مزين بالكتابة الصينية. تتكون غالبية البرج من مكاتب شرعية ومباني تجارية، ويقع معهد كارلا رادميس في الطوابق العليا. كان سقف المنزل يطل على المدينة بأكملها ويتضمن مهبطا للطائرات العمودية. مركز فينشئ للأبحاث الطبية، كان هذا مبنى مستودع غير واضح يقع في منطقة تيجي بجوار النهر الرئيسي. كانت مليئة بالإمدادات وكانت تستخدم بشكل أساسي لتخزين المواد. ولكن في الطوابق العليا كان هناك مختبر بحث وتطوير متطور مع نماذج أولية لأنظمة الأمان. القصر الصيني، قصر فاخر يقع على مشارف لانكسيانج مع حدائق وأراضي شاسعة. تضمنت الطوابق السفلية مناطق بحث راقية، وتم تزيين الطوابق العليا بأذواق النخبة الصينية الغنية الجديدة. التماثيل الذهبية تملأ كل غرفة جنبا إلى جنب مع الأثاث باهظة الثمن ومخطوطات الجدار الآسيوية. تضمنت الغرف سبا ومكتبة واسعة وغرفة رسم وغرفة نوم رئيسية ومنطقة بار وصالة. كان المرفق الطبي أدناه هو المكان الذي احتجز فيه جيك وشيري لمدة 6 أشهر للسماح بتطوير سلالة محسنة من فيروس سي. حاملة الطائرات استولت مظلة نيو على حاملتي طائرات بحوزة جيش التحرير الشعبي الذي تملكه الأسرة سريرا. في عملية لانكسيانج
استولت مظلة نيو على هذه المرافق وقتلت الطاقم باستخدام قوس راسكارابانجي. تم إبعاد أحدهما عن شاطئ الخليج والآخر رست في ميناء يوانما. تم تجهيز هذه الناقلات بأحدث قوة نيران وكانت محمية من قبل قوات جابوا ذات المظلة الجديدة المدربة بشكل خاص، وشملت الأسلحة طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر مدرعة ومركبات هجومية برية. مرافق الغواصات منشأة أبحاث في أعماق البحار تقع في قاع البحر على بعد حوالي 80 ميلا من ساحل لانكاسيان. انقر هنا لمزيد من المعلومات. غواصة كانت ملكية عائلية تعمل تحت غطاء كسفينة تابعة للبحرية الأمريكية. كان لديها أنظمة أمنية متقنة وغرف وأجهزة في جميع أنحاء السفينة الحربية تعكس أذواق ديريك سيمونز وهواياته. في مرحلة ما تم تقديم الغواصة إلى كارلا رادميسكا هدية، وأصبحت عن طريق الخطأ أحد المحفزات لتشكيل مظلة جديدة. واحد عملت الغواصة كالمعتاد، ولكن في عام 2013 تعرضت لهجوم منهجي من قبل مظلة جديدة واستخدمت كإغراء لجذب عيدة وواندا الحقيقية كلاعب رئيسي في مؤامرة كارلا الشائنة لإنهاء العالم. شينيا هي مجموعة شركات صيدلانية مشهورة عالميا مقرها في الصين. إنهم يقومون بأعمال تجارية على نطاق عالمي ويطورون أيضا تطبيقات عسكرية مطلوبة للغاية، ويعتقد أنها واحدة من العديد من الشركات الراعية لشركة المظلة الزرقاء التي تتعامل مع الجوانب غير القانونية للشركة التي يديرها حاكم سابق لشركة منافسة. واحد عندما طورت الشركة المظلة الزرقاء نماذج أولية للأسلحة والمعدات المضادة للقوس، تم اختبار هذه المنتجات سررا من قبل المرتزقة في اختبارات محاكاة قتالية سرية. أرسل شينيا ممثلين لمراقبة هذه التجارب في عام 2012 وتقييم البضائع المعروضة. أدى ذلك إلى قيام الشركة بشراء أجهزة مضادة لقوس قزح مثل التفكير وتشويش الزومبي. تم شراء هذه المعدات الجديدة كليا في عام 2014، وتم إصدارها لشينيا القوات الخاصة المدربة تدريبا عاليا والتي كانت ممتازة في مهام الغزو الصغيرة. أعطى شينيا هؤلاء الجنود الوصول إلى أحدث الأسلحة والمعدات والمركبات لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم. يتكون شعار الشركة على شكل تنين محاط بذيل في منتصف اثنين سيوف متقاطعة. بحلول أوائل عام 2010 كان شينيا يحاول الدخول إلى العالم السري للأسلحة البيولوجية غير القانونية، وأراد الاستفادة من انهيار الشركات الكبرى مثل تريسيل وموت شخصيات بارزة في العالم الإجرامي مثل نلبرت ويسكر. بدأوا في جمع المعلومات عن شركة المظلة الأصلية، واكتشفوا أن العديد من أسرار الشركة دفنت بعد سنوات من الانهيار، وعرف شينيا أن مثل هذه الأسرار دفعت شركتهم إلى طليعة الشركات المهمة. لقد استثمرنا الكثير من الموارد للمساعدة في الكشف عنها على أمل أن يفعلوا ذلك. صناعة الأسلحة. في عام 2014 استأجرت المصادر وكيلا يدعى مايك سيمان للسماح لهم بالوصول إلى الجزيرة من أجل التحقيق في نيو، للاعتقاد بأن جزيرة كاريبية صغيرة تدعى سونيدو دي تورتوجا من المحتمل أن تكون موقعا مخفيا لمنشأة مظلة لم تكن معروفة من قبل. استخدم سيمان مهارته واتصالاته للحصول على مكانة منتج برنامج تلفزيون الواقع العالمي المعبود البقاء على قيد الحياة. تمكن البحارة من الحصول على إذن لإطلاق النار من خلال تهديد الحكومة المحلية، كما استخدم جاسوسا معروفا فقط بالاسم المستعار زورمال علامة استفهام. كان مقاولا مستقلا غامضا وخطيرا جدا، وعمل في نفس الدائرة مثل آدا ووان سيئتنا السمعة. قامت بمسح جزيرة تورتوجا من شفيرني ريكسبتد وقبلت عقدا للعثور على منشأة مظلة. كان غلافها مظهرا كممثلة تكافح، ودخلت بقاء المعبود كمتسابق. دور زولي هو ضمان نجاح المهمة، عرف سيمان هويتها
ولكن وفقا لأوامر كبار المديرين التنفيذيين لشينيا لم يكن على علم بغرضها الحقيقي. تم وضع القوات الخاصة للشركة على أهبة. الوحدة الميدانية للعمليات الخاصة هي فرع من الجيش الأمريكي، مدرب تدريبا عاليا وقادرا للغاية، وعددا قليل من العملاء المهارة المتخصصين في مجالات مثل الهدم والأسلحة الثقيلة والتسلل. جميع العملاء لديهم خلفية عسكرية سابقة وخضعوا لعملية تدريب واختيار صارمة قبل قبولهم. بسبب تدريبهم كان لدى فرقة العمليات الخاصة أسلحة ومعدات عالية الجودة ومعدل نجاح مرتفع للغاية للمهام، وتم إعفاؤها من قاعدة عدم اعتبار النساء لأدوار قتالية نشطة في الجيش الأمريكي. في 1998 تم نشر فريق العمليات الخاصة في مدينة أراكون، وبعد استخراج ويليام بيركين وفيروسه جي وصلت المظلة لأخفها بقوة. ولكن بفضل المعلومات الاستخباراتية السيئة وصل الفريق الأول إلى مرفق محرقة فاء 12 بدلاً من معهد بيركين. تم تعبئة الفريق الثاني بسرعة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى بيركين في الوقت المناسب. في أعقاب الشر المقيم الهائل الذي اجتاح المدينة، تم نشر العديد من وحدات العمليات الخاصة في مدينة الركن للتحقيق في تفشي المرض. وشملت معايير مهمتهم جمع الأدلة ضد المظلة وإنقاذ الأفراد المهمين الذين يعرفون أسرار القضية. طوال الحادث اصطدم فريق العمليات الخاصة بصواريخ القوس المظلة، بما في ذلك T-103 طاغية. تم نشر 5 منهم في المصنع الميت بواسطة مظلة لاعتراض الفريق الذي يحاول استعادة بيركين. على الرغم من توافر بنادق السكك الحديدية التجريبية، تكبدت عمليات المواصفات الكثير من الخسائر في هذه العملية. عدد العناصر التي تمكنت من الخروج من المدينة الحية ومعدل الوفيات غير معروف بالضبط. وشملت الإصدارات القياسية من الأسلحة M4 كاربين، HNDK MB5، بندقية موسبيرج 590، مسدس براون جهي إلكتريك. ارتدى جميع النشطاء سترات كيفلر المضادة للرصاص. كان فريق التعامل مع الحالات الخاصة وكالة نقل مؤقتة لنخبة الوكلاء المعارين في بسن، وتعمل تحت اختصاص بلو برام بليبك. عندما أعيد بناء المظلة لأول مرة تم وضعهم تحت عقوبات شديدة وأجبروا على العمل بشكل أساسي في الخلفية. من أجل الواجب الأخلاقي قاموا بحل الوحدة شبه العسكرية الداخلية الأصلية، فدمة المظلات الخاصة USS، نفس الوحدة التي تم تعيين هانك لها. حدث هذا أيضا لأن واحد من هذه العقوبات التي نفذتها الأمم المتحدة كانت عبارة عن مواد تحظر حيازة المنظمات الخاصة القادرة على القضاء على القوات المسلحة، وهو حل وسط مفهوم وضروري. ولكن واحد من المتطلبات التشغيلية للمظلة للزرقاء كان التقديم للدعم في أي مكان في العالم في غضون 24 ساعة من وقوع حادث بيولوجي حتى تتمكن المظلة الزرقاء من العمل بأمان في الميدان. كان من الصعب القيام بذلك، وقد أدت هذه القضية إلى مشاورات مطولة بين المظلة الزرقاء والأمم المتحدة، حيث ناقشت الشركات العسكرية الخاصة دخول مناطق خطرة بيولوجية نشطة ومواقع ميدانية خطرة بدون أسلحة. بعد مشاورات ومناقشات مستفيضة كان الحل الناتج هو إقامة علاقة تعاونية مع وكالة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، مؤسسة القوس العسكرية. وقد أدى ذلك إلى بعض العواقب السياسية لكلا المنظمتين وكذلك الفوائد، ولكن الأصوات داخل بسن لم تكن راضية عن هذا الحل الوسط. تحسنت العلاقة بين الاثنين إلى حد ما بفضل المظلة الزرقاء التي تزود بسن بأسلحة ومعدات جديدة حصرية للقوس والسهم، مشتقة من بحث سري قام به البرت ويسكر عندما كان لا يزال على قيد الحياة. ولكن لا يزال هناك الكثير من عدم الثقة فيما يتعلق بما تم إصلاح المظلة وما هي أهميتها.
كانت النية الحقيقية هناك حقا، ولكن داخل الأمم المتحدة كانت هناك حاجة إلى تعاون شركة المظلة مع زيادة حجم وتواتر الإرهاب البيولوجي. لم يتم الانتهاء من تطوير التدابير المضادة ضد الصواريخ القتالية التقليدية المعقدة، وقد تعرضت قوة الأمم المتحدة والاتحالف العالمي لعلم الأدوية الذي أنشأ بسن لانتقادات شديدة من قبل البلدان. كما كان هناك مزيد من القلق بشأن تكاليف التشغيل التنظيمية غير الخاضعة للرقابة في بسن. لقد انتشر الإرهاب البيولوجي بشكل أساسي حتى الآن، وفشلت وكالة الأمن القومي في مواجهته. كان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى إغلاق العديد من مناطق الشر المقيم الصغيرة وعزلها بدلاً من إزالتها تماماً. واحد، لقد كانت خطوة موفرة للميزانية، حيث قامت العديد من المنظمات والشركات السرية بنهب هذه المناطق واستخدام عينات وبيانات قيمة من المدافع لتوجيه خططها الخادعة. كما لا تزال الرابطة تناضل من أجل الولاية القضائية، حيث لا تقبل مساعدتها في البلدان المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة إلا بناء على دعوات من دولها الأعضاء المحترمة. كان استخدام المظلة حلاً محتملاً لهذه المشكلة طويلة الأمد، وكان تتويجاً لكل هذا ولادة فريق خاص للحالات والتخلص، منح الدعم بالمظلة الزرقاء في الميدان بدعم عسكري من خلال أفراد من جهاز الأمن والمخابرات التابع لوحدة مكونة من عملاء نخبة المخضرمين في جهاز الأمن والمخابرات التابع لجهاز الأمن والمخابرات. تم اختيارهم من مصادر مختارة، تم تطوير جميع أسلحتهم ومعداتهم وتزويدهم بالمظلة الزرقاء. تتوفر مجموعات الأسلحة الخاصة المصممة خصيصاً للجيش كمعدات لا تشوبها شائبة. كانت فوائد هذا التعاون مهمة لأن نظام الاستجابة السريعة كان ضرورياً لنشر الشر المقيم في النقاط الساخنة. تم دائماً إعداد مخزونات الذخيرة والإمدادات المستعملة بكثرة للوحدة الرئيسية وتم توفيرها على الفور، لكن هذا الترتيب أدى إلى ميزانية تشغيل عالية. كل السيديت أعضاء من الوصول إلى مظلة ترسانة النظام من الوصول إلى البرت دبليو. ليش؟ س س مود الواحد بالساموراي حفة. تم تجهيز ثانوي السلاح، تم إصدار بنادق هجومية ومدافع رشاشة لكل عضو كأسلحة أساسية بناء على مواصفاتها الفردية. تشمل هذه الأسلحة الأساسية البرت دبليو الذي جاء بعد ارتفاع الطلب على تطوير بنادق الصيد مع تدابير القوس والنشاب الجديدة كشرط رئيسي. النموذج 2 تم تضمين بندقية ثور هامر، ومن بين الأجهزة الأخرى التي يحملها المركز ذخيرة خاصة مضادة للقوس والسهم مثل أقنعة الأكسجين الحيوية الاحتياطية للرؤية الليلية وأنظمة HMD المظلة وأجهزة التشويش على الزومبي والمواد الكيميائية والمنشطات العلاجية والسكاكين القتالية والقذائف. جولات سمة سريعة المفعول تنبعث منها إشعاعات كهرومغناطيسية لتعطيل الأشخاص المصابين بالجوار. وقد نجح هذا الإطار التعاوني بين بلو برامبل بي إم سي وبي بي إس إيه، وقد لقيت النتائج التي حققتها شركة بالومبل استحساناً من قبل شركة بالومبل. لقد قطعنا شوطاً طويلاً في مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم. تلبية متطلبات إعادة التأسيس. اعتباراً من عام 2018 تم إعارة جزء من بسن لمساعدة مظلة زرقاء في جهودها للقضاء على الأسلحة البيولوجية، مما يساعد على ردع الإرهاب البيولوجي والاستجابة للمشاريع الخاصة. لكن لا يزال هناك العديد من الأسئلة والعديد من الأصوات تشكك في هذه الأنشطة. على الرغم من كل النتائج الإيجابية للعمل معاً، لا تزال العلاقة بين المظلة الزرقاء وبسن متوترة. كريس ريدفيلد، العضو الأحد عشر السابق الذي هو حالياً عضو في المجلس الأعلى لتنمية التجارة، لم يكن خجولاً للتعبير عن مخاوفه بشأن النوايا الحقيقية مظلة الأزرق. النجوم،
التكتيكات الخاصة وخدمة الإنقاذ كانت وحدة قوات خاصة ممولة من القطاع الخاص تتكون من أفراد عسكريين سابقين وموظفي إنفاذ القانون المدربين على التعامل مع الحالات الخاصة. تأسست هذه المجموعة النخبة في من 1996 إلى 4 وتم تقسيمها إلى 2 فرق المتمركزة داخل مركز شرطة مدينة أراكون. كانت مهمتهم الرئيسية هي التخصص وحل ليس فقط الإرهاب والجريمة المنظمة، ولكن أيضا حالات الطوارئ التي كانت معقدة للغاية بحيث يتعذر على الشرطة العادية التعامل معها. لقد عملوا تحت راية تجنيد الشرطة حماية الشعب، ولكن بفضل رعاية المنظمات الخاصة بما في ذلك شركة المظلة تمكنوا من العمل بشكل مستقل واكتسبوا معدات خاصة باهظة الثمن. في البداية كانت النجوم فكرة تجريبية لمجموعة النخبة المدربة على الاستجابة للاحتياجات المتنوعة للجرائم عالية المستوى مثل الجرائم الإلكترونية، ومجهزة بشبكة واسعة من القوات وأنواع جديدة من المخدرات وأساليب جديدة للهجمات الإرهابية باستخدام الأسلحة البيولوجية. الأسلحة الكيميائية تم إنشاء الوحدة في نهاية المطاف في إطار مشروع التجديد الحضري بريت راكون 21 الذي أطلقه العمدة مايكل وار، مع إمكانية الوصول إلى المعدات المتطورة وشبكة معلومات واسعة النطاق. نظراً لأن ستارز يتم تمويلها من قبل شركات خاصة وتحت مظلة وكالات إنفاذ القانون، فقد كان لديها برنامج توظيف خاص بها يختلف عن برنامج إدارة حماية اللاجئين على عكس المؤسسات العامة بما في ذلك الشرطة النظامية. كان على المرشحين الخضوع لفحص مكثف، ويتم التوظيف من قبل نظام الكشافة على أساس الجدارة بغض النظر عن الجنس أو العمر أو التاريخ الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من سجلات العمل السابقة لمعظم الأعضاء، كانت النجوم في المقام الأول شرطة وليست منظمة عسكرية. لذلك كانت مهارات التحقيق والتدريب المتقدم على الإسعافات الأولية من السمات المرغوبة للمرشحين أكثر من المهارات القتالية مثل الرماية والقتال اليدوي. في جوهرها أعطيت الأولوية لسبل الانتصاف المدنية ومنع الجرائم الجنائية بدلاً من القضاء الفعلي على المجرمين والإرهابيين. كان نشر فريق النجوم يهدف عادة إلى العمليات الخاصة وتحديداً المهام الرئيسية 4 للحفاظ على النظام العام والأخلاق، ومرافقة وحماية كبار الشخصيات، ومكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن في حالات مكافحة الإرهاب. وكانت موارد للنجوم قابلة للمقارنة تقريبا مع تلك الخاصة بخدمة للطيران الخاص البريطانية ساس. ولكن لسوء الحظ لم تكن هناك حوادث إرهابية واسعة النطاق خلال الخدمة التشغيلية القصيرة للوحدة. لم تظهر هذه الميزات خلال العملية في ستارز. استند تشكيل الفريق على 5 خلايا 5 وحدات تشكيل. كان النجم 12 ضابطاً، لذلك تم تقسيمه إلى 2 مجموعات، فريق ألفا وفريق بي برفو، وتم تنفيذ المهمة من قبل 6 خلايا غير منتظمة. ولكن هذا هو مجرد مبدأ. نفذت في بعض الأحيان عمليات عسكرية واسعة النطاق في 2 مجموعات من 3 خلايا، منظمة 2 رجل تتكون من الحرس الأمامي والقناصة. بعد افتتاح الوحدة في من 1996 إلى 4، تم تعيين البرت ويسكر قائداً للوحدة بناءً على طلب شركة المظلة. كان لدى ويسكر قائمة رائعة من أوراق الاعتماد، بما في ذلك تجربته الأخيرة كمهندس عسكري. وتم قبول توصيتهم لأن تمويل المظلة غطى ما يقرب من 50 علامة استفهام. من تكاليف تشغيل النجوم، انضم إليه عضو فريق سوآت السابق باري بيرتون، ومن خلال باري كريس ريدفيلد، جيل فالنتين، فورست سباير، وانضم آخرون إلى الفريق. قبل تشغيل النجوم كان عليهم الخضوع لبرنامج تدريبي مكثف لمدة 18 شهرا. بدأت في عام 1996 عندما تم تعيين جو كيندو
وهو عضو سابق في سوئات من سان فرانسيسكو كمدرب لوضع أعضاء النجم في خطوة حتى 4 من السنة بعد 12 شهرا. عندما انتهى عقده كمدرب طلب منه تصنيع أسلحة مخصصة للفريق. كان جو وشقيقه روبرت يديران الشركة الشهيرة متجر كيندوغون، حيث تم تأسيسهما في عام 1984، ولهما سمعة ممتازة في تصنيع الأسلحة النارية. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة المظلة بتزويد النجوم بالأسلحة لإجراء التجارب. حتى عودته إلى الخدمة الفعلية في من 1997 إلى 12 واصل تدريبه الصارم من خلال المشاركة في التدريب ولعب الأدوار والامتحانات الأكاديمية لتجنيد المزيد من الأعضاء. أثبتت النجوم بسرعة قيمتها وخدمت بشكل جيد لمواطني مدينة الركن. شاركوا في الحصار مثل منع عمليات السطو على البنوك والخطف وتهديد مدمني المخدرات للموظفين. حققت الوحدة بسرعة نسبة نجاح 80 علامة استفهام في حالات الرهائن. بمرور الوقت كان من المتوقع أن تتحسن هذه الأرقام، حيث انخفضت نسبة 20 علامة استفهام المتبقية إلى الوفيات الناجمة عن الرهائن قبل تدخل النجوم. 1. كانت إحدى أنجح حالاتهم هي حظر صفقات الأسلحة بين منظمات المافيا. 2. والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة عالية الجودة، بما في ذلك قاذفات صواريخ M202 إهواخد فلش المصنوعة في آسيا. كما استمروا في تجنيد أعضاء جدد كمسعفين، تم إضافة ريبيكا تشامبرز والكيميائي كينيث جي سوليفان في وقت متأخر إلى الفريق. كان السلاح الناري القياسي لأعضاء النجوم هو بيريتا M9FS، وهو مسدس عسكري كبير عيار 9 من 99 صنع في إيطاليا. الهيكل القوي القائم على مواصفات المطحنة وسهولة التعامل وخصائص إطلاق النار المزدوجة الممتازة يجعله بندقية قياسية معتمدة من قبل العديد من وكالات الشرطة، بما في ذلك ستار والجيش الأمريكي. لكن بعض الأصوات بين النجوم شعرت أن عيار 9 من 19 كان غير مناسب، وأعاد كيندو تطوير السلاح مما خلق حفة الساموراي. كما سمح لأعضاء الفريق أحياناً بحمل أسلحة شخصية مثل أسلحة داري، لكن هذا مفضل. 357 كوت بيثون. كان لكل عضو أيضاً سكين قتالي قياسي مع شعار نجمة. تم نقش سكين كل قبطان بشعار ذهبي لإظهار قيادتهم. بالنسبة للسيارة استخدم النجم 2 مروحيات بالآه، 1 إيروكو لفريق ألفا وفريق برافو على التوالي. كما استخدموا طائرة يوروكوبا ترأس 350 بالخاصة بأردي. كانت العلاقة بين أعضاء الفريق جيدة وتم الترحيب بالأعضاء الجدد بحرارة. كان ريتشارد أيكن مدرسا مؤهلا وكان مكلفا عادة برعاية المبتدئين الجدد. قائد فريق برافو إنريكو ماريني خشي سررا أن كريس ريدفيلد أو باري بيرتون سيأخذه بعيدا كنائب قائد الوحدة والرجل الأيمن الرئيسي في ويسكر. كان لدى ويسكر وكريس وفورست سبير أيضا مسابقة رماية صحية، وغالبا ما تنافسوا للفوز بمسابقة الرماية السنوية للفريق. ارتدى كل عضو في الوحدة قميصا داخليا بلون مختلف مع شعار نجمة على الكم الأيمن وسترة كيفلر تكتيكية مناسبة للمهارات الشخصية لكل وكيل. على سبيل المثال كانت سترة ريبيكا تحمل علامة الصليب الأحمر وحقيبة من لوازم الإسعافات الأولية، بينما كانت سترة كريس تحتوي على غمد لسكين قتالي ممتد. كانت مجهزة، سمح لهم بتخصيص السي الرسمي لتغيير اللون الأساسي. في منتصف عام 1998 تم اقتراح زي جديد يكون أكثر احترافا ويضمن أن جميع الأعضاء كانوا يرتدون نفس السي. كان يتألف من زي زيتون باهت وسترة تكتيكية سوداء. تم اختيار كريس ريدفيلد لتجربة هذا الزي الرسمي، لكن لم يتم اعتماده رسميا بعد زوال الوحدة.
لكن كريس احتفظ بالزي الرسمي كتذكار وارتداه خلال مهمته الشخصية إلى جزيرة روكفيل تكريما لزملائه الذين سقطوا. التقى فريق النجوم بمباراته الأخيرة في صيف عام 1998 عندما تم تكليفهم بالبحث عن المتنزهين المفقودين في غابة الراكون وجبال أركولي الشاسع. لم يكن معروفا لأي شخص في ذلك الوقت، فقد تم إغواؤهم بالفعل في فخ من قبل زعيمهم ألبرت ويسكر الذي جذب سررا على طول المظلة المزدوجة لشركة المظلة أعضاء النجم إلى القصر وشارك في قتال مع المخلوقات المصابة والموظفين وتقييم جدول الطفرة كسلاح بيولوجي. قتل أكثر من نصف الفريق بما في ذلك ويسكر الذي قتل على ما يبدو على يد الطاغية تي 2 خلال المهمة الوحشية. نجا فقط كريس ريدفيلد وجيل فالنتين وباري بيرتون وريبيكا تشامبرز وبراد فيكارز من الموت. في أعقاب حادثة القصر تم إجراء مراجعة وتم التخطيط لمزيد من التوظيف، ولكن تم الاتفاق على الحاجة إلى إعادة هيكلة كبيرة حول ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالنجم في شكله الحالي. في النهاية اتخذ رئيس قسم شرطة مدينة الراكون خطوات لاستيعاب الوحدة وحلها بهدف استبدالها بفريق سوآت داخلي. 5. من هيكل الخلية لدر قائد. القائد هو الشخص الذي يتخذ القرارات العملياتية التكتيكية في الميدان، دماغ الخلية. القبطان ونائب القبطان مسؤولان عن أداء واجبات النجم مساء، بوينتمان مستكشف الموقع على الخط الأمامي أثناء المهمة. الاستطلاع وتأمين الموقع مقدما هو المسؤولية الرئيسية. غالبا ما يقع الضباط الأكثر حيلة في هذه الفئة. بم رجل احتياطي اتخذ إجراء في خليتين وشكل ثنائيا مع رئيس الوزراء للمهمة الرئيسية المتمثلة في تغطية الحرس المتقدم. الموقف يتطلب مستوى عال من الدقة مثل المساء. أو مونيمن إن نقل أنواع مختلفة من المعدات وتعبئة الأسلحة الثقيلة هي المهام الرئيسية لهذا الدور. تحتاج أيضا إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية بعيدا عن الحراس المتقدمين. روبي الأمن الخلفي، الحراس الخلفيون مثل المقر الرئيسي وحماية طائرات الهليكوبتر هي الواجبات الرئيسية، وهناك غطاء قناص حسب المهمة. كان لكل فريق 2 مراكز روبيت. بالإضافة إلى ما سبق، لم يكن من غير المألوف أن تقوم بعثات النجوم بتأجير أفراد شرطة حماية الشعب المنتظمين. غالبا ما ساعد الضابط كيف دولي في الطيران واحد من طائرات الهليكوبتر. مفتاح شخصي ألبرت ويسكر قائد فريق ألفا، خبير في التكنولوجيا الحيوية وضابط هندسة سابق بالجيش. كريس ريدفيلد ألفا فريق نقطة رجل، طيار مدرب وضابط سابق في سلاح الجو الأمريكي. جيل فالنتين فريق الأمن الخلفي ألفا، ماهر في اندماج المتفجرات وانصهار الفخاخ. باري بيرتون رجل احتياطي لفريق ألفا، معرفة واسعة بالأسلحة النارية وموارد الأسلحة المتفانين. جوزيف فروست فريق ألفا أومينيمان، فني الخدمة المؤهلين والتخلص من المواد الكيميائية الخطرة. براد فيكارز فريق الأمن الخلفي ألفا، طيار مؤهل وإخصائي معالجة المعلومات. إنريكو ماريني قائد فريق بيرافو، ماهر في تقنيات البقاء والقوة العقلية. كينيث جيه سوليفان بيرافو تيم بوينتمان، دكتور في الطب وهو متخصص في الأسلحة الكيميائية والكيميائية. ريتشارد أيك احتياطي فريق بيرافو، الفنيين والمتخصصين في الاتصالات. غابة سبير فريق بيرافو أومينيمان، الرماة ذوي المهارات العالية والمتسللين الكمبيوتر المدربين. إدوارد ديوي بيرافو فريق الأمن الخلفي، تدريب الطيار ومهارات قناص السوبر. ريبيكا تشامبرز فريق الأمن الخلفي بيرافو، متخصص في الطب والكيمياء.
كان الرابط عبارة عن شبكة إجرامية سرية لها صلات معروفة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال والبحوث البيوكيميائية. وفي السنوات اللاحقة تخصصوا في إنتاج الأسلحة البيولوجية للبيع في السوق السوداء الدولية. لا يعرف سوى القليل عن حجمها وحصتها في السوق وعدد أعضائها، كما أنه من غير الواضح متى تم تأسيسها وأين كان مقرها، ولكن تم التأكيد على أن لديها فرعا في أمريكا الوسطى ومقر أوروبي حيث تم الاحتفاظ ببعض أكثر المشاريع سرية. كان لديهم أيضا قائمة عملاء واسعة النطاق، وكانوا معروفين بالعمل مع منظمات شريرة أخرى بما في ذلك الشركات المنافسة الرئيسية لمظلة للقيام بأعمال تجارية. جاءت الأرباح الضخمة من بيع الأسلحة واستيراد وتصدير المخدرات. كان قسم الأسلحة البيولوجية في الاتصالات يقود اكتشاف فطر تطوري بديل يعرف أكثر باسم موتاميسيت. تحتوي هذه الأنواع الجديدة على مؤثرات عقلية فريدة، وقد طور الباحثون نظريات حول صنع أسلحة يمكن أن تغير وجه الحرب. لقد تصوروا سلاحا بيولوجيا بشريا لديه القدرة على تحويل مقاتلي العدو إلى حلفاء وقوات العدو إلى خدم بالسرور، مما يلغي تماما الحاج إلى الصراع. وقد اجتذب هذا العرض الطموح انتباه العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات المحلية. في عام 1999 أدخل الباحثون جينوم موتاميسيت في الأجنة البشرية قبل المرحلة الرابعة وزراعتها في بيئة خاضعة للرقابة لمدة من 38 إلى 40 أسبوعاً. في عام 2000، في الوقت الذي ولد فيه الموضوع الأول تقريباً، طلبت شركة كونيكشن مساعدة أحد المنافسين وحصلت على مساعدة فنية من إدارة مركبات الكربون الهيدروكالورية فلورية لمواصلة تطوير الموتاميسيت. بعد هذا التعاون القصير غادرت الشركة المنافسة المشروع لأسباب غير معروفة، واستمر الاتصال في التطور من تلقاء نفسه. في النهاية بعد العديد من الإخفاقات تم إنشاء 4 نماذج أولية ناجحة. تم منح خطاب تقييم يعتمد على التوافق مع قالب متطور للغاية للموضوعات، وهذه الموضوعات 4 بعد فشل سلسلة التيار المتردد تماماً سلسلة دين، ولكن من خلال الملاحظة والتجريب المستمر تم العثور على سلسلة دي لتكون معيبة مع الأداء المحدود وللتطبيق العملي لضعيف، ولكن تم إنشاء 4 مواضيع أخرى من سلسلة دين وثمانية في المجموع، أنها مكان عظيم للبدء. في وقت لاحق تم إصلاح هذه العيوب المختلفة في موضوع جديد يدعى إيفلين، والتي بعد إظهار مستوى مقبول من الاستقرار في القالب تم تصنيفها على أنها 1. من خلال الملاحظات المتكررة تم التعرف عليها أخيراً على أنها الشكل النهائي للسلاح البيولوجي، وتمكنت من إفراز نوع خاص من الطافرة المصممة خصيصاً للكيمياء الحيوية الخاصة بها. محاصرة جهات الاتصال إيفلين التي نشأت في عزلة وتسببت في تأثير فريد جعلها مهووسة بالعائلة. أصبح العفن الذي انتجته يعرف باسم البكتيريا الطافرة من النوع. في عام 2010 جندت الاتصالات امرأة تدعى ميا، وبعد عام تزوجت من مبرمج نظام يدعى إيثان وينترز في لوس أنجلوس. أخفت ميا جوهر عملها عن إيثان مدعية أنها عملت في منظمة تجارية. غالباً ما كانت بعيدة عن العمل لعدة أشهر في كل مرة. بحلول عام 2014 بدأت إيفلين في التحضير للتسويق كسلعة أسلحة بيولوجية باستخدام التحسينات والتطبيقات لتعطيل والتأثير على عدم الاستقرار السياسي والعسكري والاقتصادي. واحد جاهز للاختبار الميداني، وقد حدد العملاء المناسبين في الأمريكتين. ولكن حتى الآن كانت أنشطة الاتصال تحاول بنشاط تتبعها ووضع حد لأنشطتها الإجرامية، كما أرادت شركة المظلة التي تم إصلاحها حديثا الحصول على إيفلين وموتاميسيتي بعد معرفة كل شيء عن إمكاناتها منذ تقديم المساعدة التقنية لأول مرة للمنظمة عندما كانت لا تزال منافسا في عام 2000.
كنت آمل. قاد كريس ريدفيلد أيضا فريق تحقيق ربما يكون قد دخل في شراكة مع مظلة للانضمام إلى مقر الاتصالات الأوروبية، خوفا من سرقة أسلحة أي واحد من قبل المنظمات المتنافسة. أراد الاتصال نقل إيفلين إلى فرع أمريكا الوسطى للتخزين الأمن. تم تهريبها إلى ناقلة غاز طبيعي مسال مع اثنين مدربيها مايا وينترز وآلان ديلوني، تظاهرت بأنها والديها. لكن خلال الرحلة تمكنت إيفلين من الحصول على الحرية بعد أن تجاهل آلان دوره الأبوي وأزعجها. تستخدم إيفلين عاصفة ضخمة لإحداث فوضى كاملة على السفينة، مما أسفر عن مقتل آلان وجميع أفراد الطاقم وإصابة مايا بالعفن قبل تدمير الناقلة. غسلت الأمواج حطام السفينة في خليج جنوب لويزيانا، ووجد جاك بيكر إيفلين ومايا في شكل فاقد للوعي وأعادهما إلى منزل عائلتهما.